لازم الناس تعرف التدرج التاريخي في كل شغلانة. دلوقتي مع جيل بيصور بالموبايل وبيعمل أفلام كاملة ب5D أو بكاميرا موبايل وبياخد جوائز، هو مش مدرك أنه في وقت من الأوقات كان مجرد أنه الكاميرا السينمائية تصور في الشارع ده في حد ذاته كان إنجاز، وما كانش أي حد يقدر يعمل ده، إنه يظبط حركة الكاميرا، إنه يبقى في وسط الناس والزحام. ساعتها ده كان انقلاب في العمل السينمائي. أنا بس عشان الناس ما تستبسطش الكلام اللي بيتقال دلوقتي بعد سنوات، ساعتها ده كان انقلاب حقيقي في السينما. أنا أسفة للمقاطعة. لا أنا حضيف لدي نقطة أساسية. التصوير في زماننا كان لازم احط عيني في الكاميرا، في حاجه اسمها لوب الكاميرا، احط عيني في الكاميرا بتاع اللي هي الكاوتشه دي، الكاوتشه. انا اسفه. ده اللي انا بشوف الصوره من خلال الكاميرا، وتفضل لازم عيني تفضل موجوده جوه ده، عشان اذا عيني راحت هيخش ضوء، لان النظام حاجه اسمها ريفلكس. فلازم عيني تبقى ملزوقه. فانا ربنا، دي حاجه بتاعت ربنا، ادالي الهام ان افتح عيني دي اشوف ايه اللي حواليا بسرعه. لا معلش يعني انتوا كنت بتصوروا في الشارع وانت لازم تبقى عينك ملزوقه في، انا فاكره ماسك الكاميرا كده. لا يا فندم، ده الحديث. ده كان حاجه بعد كده. ده الديجيتال. الديجيتال بيشوف من المونيتور. لا انا كنت فاكره ان انتوا بتبصوا وتشوف الكادر مظبوط ولا لا، او خلاص بقى وتتكل على الله. لا ولو شلت عينك من الكاميرا الكادر يبوظ، الكادر يبوظ يخش الشريط يبوظ. ايوه فانت تخيلي يعني انت كل الافلام يا استاذ سعيد اللي انت عملتها في الشوارع دي كنت لازم. ايوه ما عدا الديجيتال. لا انا بتكلم في الوقت ده، مش انا بس، كل المصورين. ايوه والمترو وتجروا في المحطات وانت لازق عينك في البتاع. كل حاجه يا فندم، كل حاجه.